أعلن بنك الشعب الصيني أنه منذ بداية هذا العام تحرك سعر صرف الرمبي في الاتجاهين بناء على العرض والطلب في السوق مع زيادة المرونة وتوقعات السوق المستقرة. وكان تدفق رأس المال عبر الحدود منتظم، وتشغيل سوق الصرف الأجنبي يحافظ على استقراره ويتوازن العرض والطلب في السوق. فيما قرر بنك الشعب الصيني خفض نسبة احتياطي مخاطر الصرف الأجنبي لمبيعات النقد الأجنبي الآجلة من 20 في المئة إلى الصفر من 12 من أكتوبر 2020. وفي الخطوة التالية سيواصل بنك الشعب الصيني الحفاظ على مرونة سعر صرف الرمبي وتحقيق الاستقرار في توقعات السوق، والحفاظ على استقرار سعر صرف الرمبي بشكل أساسي عند مستوى معقول ومتوازن.